هذا اللقاء اللي تيجي تفعيلات توجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله للنهوض بوضعيه المراه. فاشتغلت الحكومه بصفه عامه سواء القطاعات او في اطار التقائيه مع شركاء اخرين. فاليوم سننظم واحد اللقاء حول الاعلام الصادق للمراه بشراكه مع سفاره الاردن وعدد من الشركاء الاخرين. فاللي نبغي نقول هو ان الحكومه يعني في اطار تنزيل البرنامج الحكومي وتنفيذ التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله اشتغلنا في مقاربه شامله، يعني ماشي غير التمكين الاقتصادي، فخصنا مقاربه شامله خاصه محاربه العنف ضد النساء ومحاربه الصور النمطيه. فباش نساهموا في محاربه الصور النمطيه كما شفتوا الخطه الحكوميه الثالثه للمساواه بين الجنسين اللي جات في اطار استراتيجي ديال المساواه والمناصفه في افق 2035. فهذه الخطه عندها ثلاثه المحاور: التمكين والرياده بصفه عامه، الحمايه والرفاه، وايضا القيم والحقوق والقيم. فاذا بالاضافه كما قلت للتمكين بالاضافه للحمايه هناك محاربه الصور النمطيه وخاصه الاشتغال على منظومه القيم، ومنظومه القيم كيساهم فيها جميع مكونات المجتمع بما فيها وكنوصل للاعلام، يعني الاعلام هو ركيزه اساسيه في المجتمع وهو فاعل اساسي خاصه في محاربه الصور النمطيه ضد المراه بصفه عامه. فتنشوفوا عدد من بعض المرات مع الاسف بعض الممارسات اللي كتسيء لصوره المراه، خصنا ولهذا يجب التحسيس. حنا تنشوفوا هذه المقاربه التشاركيه وتنشكر الاعلام لانكم كتساهموا في عدد من الانشطه وفي تغطيتها وفي المواكبه ديالها. لكن اللي نبغي نقولوا انه يجب ان يكون هناك تحسيس ان الاعلام له دور اساسي، وان كل كلمه كيكتبها واحد الصحفي او واحد الاعلامي في اي منبر سواء كان مكتوب او رقمي او يعني سمعي بصري فعنده واحد التبعيات كبيره جدا. ولهذا خاص يكون التحسيس باش تكون هناك واحد المساهمه في خلق او على الاقل في محاربه الصور النمطيه، ولما لا في نشر صور ايجابيه بالنسبه للمراه. فتنشكروا جميع الاعلاميين والشركاء اللي حاضرين معنا اليوم باش نشتغلوا في اطار مقاربه تشاركيه، وغتكون هذه ايضا مساهمه من الاعلام في تفعيل الخطه الثالثه للمساواه، لان كما قلت المحور الثالث هو حول الحقوق والقيم. فشكرا لكم. ندوه اليوم هي شراكه نعتز فيها بين وزاره التضامن والادماج الاجتماعي وبين سفاره المملكه الاردنيه الهاشميه تحت عنوان اعلام صديق للمراه. والعنوان ينطق بما هو غايه او ما هو رساله، بان للاعلام والمؤسسات الاعلاميه المهنيه والموضوعيه والتي تتوخى الاخلاقيات في المهنه دور حقيقي في تمكين المراه وفي تقدمها خطوات الى الامام، وان على الاعلام ايضا مسؤوليه بان يجابه تلك السلبيات التي تاتي احيانا من بعض الدخلاء على المهنه، بحيث انه يساهم بنشر الصوره الحقيقيه للمراه الاردنيه والمغربيه. واليوم الاردن والمغرب شركاء في تحت هذا العنوان، لانه هي قضيه مشتركه. الاردن والمغرب يشتركان بتوفر الاراده العليا لدى الدوله الممثله بصاحبي الجلاله بتمكين النساء وتعزيز احوالهن، وايضا يشترك بانه المراه المغربيه والمراه الاردنيه حققنا منجزات كثيره، لكننا نطمح ايضا الى مزيد من الانجازات، ولذلك نحتاج الى وجود اعلام داعم للمراه ولدور المراه، بحيث يكون اعلام يقدم الصوره الحقيقيه ويرسم ايضا الصوره التي نريد عن النساء. سعيدة بمشاركتي في هذه الندوة حول الإعلام كيف ممكن يكون صديق المرأة، لأنه فعلا يرافق المرأة المغربية. طبعا الندوة اللي تنظم ببادرة طيبة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكنشكروا السيدة عواطف حيار على هذه البادرة اللي جمعت مجموعة ديال المهنيين ديال الإعلام وأيضا ديال القطاعات الحكومية اليوم اللي كتعنى بتدبير الشأن الإعلامي والصحفي ببلادنا. فاليوم احنا كنتكلموا طبعا على توصيات الملكيه الشاميه، على ايضا الاتفاقيات الدوليه اللي اليوم بلادنا كتمشي في اطرها على طريق التنميه ديال الوضعيه ديال المراه، ديال المناصفه، ديال المساواه. كيف يمكن اليوم ننزلوا هذا الشيء على ارض الواقع؟ كيف يمكن اليوم ايضا الوسائل الاعلام المسموعه والمكتوبه وايضا عبر الصحافه الالكترونيه والصحافه المقروءه، كيفاش اليوم
ممكن نسلكوا هذا الطريق باش انه نساهموا في تمكين المرأة المغربية، تمكينها اجتماعيا، قانونيا، اقتصاديا، ايضا حقوقيا. هذه كلها طبعا تحديات اللي اليوم هي على عاتقنا، واللي هذا اللقاء كيساعد يعني لبناء اخرى اللي كتجي في هذا البناء ديال هذا الشرح هذا التنموي الكبير اللي كطمح له بلادنا.